بنا يعني تسخينة بس كده، احنا بنسخن يا جماعة، فبنعمل حاجة بسيطة كده بس نوري الجمهور ان كابتن ايمان مش بتطلع في الميديا عشان خاطر هي عايزة شهرة، هي طول عمرها مش بتحب الشهرة اصلا، وطول عمرها كانت منع نفسها من الظهور الاعلامي والميديا، لكن جه الوقت ان هي تظهر وتعرف الناس مين كابتن ايمان حجاب بطلة العالم، مين كابتن ايمان حجاب بطلة العرب، مين كابتن ايمان حجاب اقوى امرأة عربية. فكرة ان في سبونسر او راعي بس هي دي اللي مضايقاكي؟ اكيد شركات كتير تتمنى تحط اللوجو بتاعها على كتفك وعلى ظهرك. بيخافوا مش عارفة ليه، ليه بيخافوا؟ مش عارفة، بس إحساس يعني لتقل الموضوع. ما اعتقدش، اعتقد انك تستاهلي دعم وتستاهلي سبونسر محترم يقف جنبك. انتي هتشاركي في بطولة عالمية بتمثلي بيها بلدك بحالها مصر، هتلبسي فيها تيشيرت منتخب مصر حتى لو انتي مش تبع اتحاد مصر، طبعا لكن انتي كامرأة مصرية عربية كل العرب وكل المصريين واقفين في ظهرك وهيدعموكي. عندي نصيحة للستات، يا ريت. الستات المصريات المحاربات المقاتلات، ايوه بحبكم جدا، احنا حلوين مع بعض ومصريين واحدة، ايوه مفيش تفرقة بين أي حد، ايوه هنفضل طول عمرنا فوق، عمر مصر ما حد هيجي جنبها، مصر في أمان طول العمر، من قديم الأزل والآخر العمر بإذن الله. عايزك تقولي كلمة لكل جمهورك. أنا الناس دي ليها فضل عليا، كل حد دعالي دعوة كويسة من قلبه، وكل حد حب كابتن إيمان لشخصيتها لطموحها لتعبي، وهم أكتر ناس عارفين قد إيه أنا تعبت من زمان، وأي نعم ما خدتش حقي، بس حقي كفاية حب الناس دي. الناس بقى اللي بتنتقد كابتن إيمان، وأكيد مفيش حد ما بي يعني أكيد كل الدنيا بتشكر فيه، أكيد لازم في معرفش، انتقادات. بالعكس ده الانتقادات دي هي اللي بتديني البوش ان انا ازود، حلو قوي ده، وبحبهم انتقدوا كمان يعني، بس الحمد لله ان يعني حتى الانتقادات نوعا ما محدوده. انا بحبكم برضو، لان انتوا اكيد انت شايف حاجه ممكن حد قريب مني مثلا مش عايز يزعلني او يحس ان انا زعلت ما بيقوليش، بالعكس الناس التانية اللي ما تعرفنيش، وكمان خلي بالك انا ساعات ببص على التعليقات نوعا ما بلاقي تعليقات ناس انا ما اعرفهاش خالص، ويقولوا احنا حبيناك يا كابتن من قبل ما ايه، من قبل ما نشوفك، وانا كمان بحبكم من قبل ما اشوفكم جدا.